عليكم اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نعمل لكم جوله في واحد المحل اسمه توب ريغالو كاين في طنجة وكيعملوا لها ليفريزون بارتو. غادي نحاول انني نصور لكم بعض لي زارتيك اللي عندهم هنايا مع الاثمنه نوريكم حتى لي بروموسيون اللي هما كاينين. نحاول مره نبقى نشلط لكم هيدا دي فيديو في المحلات اللي هما كاينين هنايا في طنجة على حسب الاواني. وبطبيعة الحال انا محلي كنتعامل معاه دائما وابدا والحاجه اللي كندي بزاف هي من عند سوا ماي هاوس اولا غاليري بين المدينه كاين هنايا حتى هي في طنجه حتى توب ريغالو حتى هما كنتعامل معاهم بالحق صراحه بدرجه اولى. كاينه ماي هاوس كاينه فاس وكتعمل لا ليفريزون بارتو وفي نفس الوقت عند الاثمنه مناسبه جدا جدا كتلقى لي بري ديالها طايحين على كلشي. غادي طابيو غير الاسم ديالها عملو ماي هاوس سوغ انستغرام غادي يطلع لكم لاباج ديالها. فوالا هاد لي بلاطو ديال البامبو صراحه فنيونين غزالين متحفين. كاينه السوينيات كاينه الشبيكات اللي حبيتوها غادي تلقاوها في هاد لا فيديو. حاولت انني نصور لكم كلشي نعمل لكم شويه باش هيدا تشوفوا شنو كاين. هاد لي ميناجير انا خديت منهم صراحه جربتهم حيت هاد لا فيديو هادي دازت عليها نقدر نقول لكم عليه شهر عاد باش انا حطيتها لكم. وبحق لكم راهم باقين عندهم كما كتشوفوا هاد الطبيصلات فيهم 79 درهم كانوا كنظن وقيله شي 100 و 129 ولا شي حاجه بحال هيدا اللي كانوا فيهم اشكال وانواع والوان. كاين هاد لي سيبور هادو بالرخامه كاين هاد الزليفات هادو دابا كما كتعرفوا العواشر داخله. هاد لي ماغميت ديال الكرانيت حتى هما عاملين فيهم لي برومو صراحه كبيره تبارك الله ب 180 درهم وديال الكرانيت اهم حاجه انها ما كتلصقش. كاين حتى لي كوكوت ديال الكرانيت مقيلات اشكال وانواع وعاملين دي زوفر سبيسيال. كاينه حتى لي ووك عندهم غزالين هاد سويني هاد مقالي هادو اللي عملوا ضجه ما كيلصقوش غزلان وهاد الماركه هي احسن وحده فيهم. كاينه هاد لي زورغانيزاسيون ديال النبيره صراحه كتجي النبيره متاح فبيهم وكيبقى يبان لك شنو عندك شنو ما عندكش وفي نفس الوقت انك فاش كتفتحها كتفتح لك الشهيه. كاينه هاد البريقات هادو اللي كيتحطوا فوق البوطه كاينه هاد لي طاس هاد لي كاغاف فوالا هما مع لي بري ديالهم هادو 59 درهم. ها هما كنحاول انني نزومي لكم على الاثمنه باش تعرفوا كل حاجه والثمن ديالها. فوالا كاينه هادو حتى هما مزيونين هادو شفتهم كيعدلوا فيهم الناس العدس والقطاني كيجيو فنيين. كاين هاد السوبور هادو اللي كنت صورت لكم في الاول هاد السوينيات هاد لي زونسومبل ديال لي طاب الكيسان باشكال وانواع عندهم تقدروا انكم تاخذوا بالحبه تاخذوا بالباك ديال 6 ثم كتختاروا بحال دابا مثلا غير كوب العايش في الدار ولا شي واحد عايش في الدار بوحديتو باغي يبقى يطول الطبيله ديالو اش لا ما تعملوا. كاين هاد لي كاغاف هادو ستيتوين هاد لي بونبونيير صراحه فنين غزلان ماشي ضروري انكم تستعملوهم كبونبونيير تقدروا تعملوهم في بوطا ديال ديكوراسيون وليداتكم تعمروهم بلي فلور ولا ليلكم نتوما ولا لي تواليت ديالكم. كاينه هادو هاد الكيسان هادو كيمشيو دي سات فيهم 6 ديال البياس من كل حاجه واشكال وانواع كما قلت لكم والاثمنه كتختلف من كل موديل لموديل. فحال هاد الموديل هذا كيعمل 100 حسبوا 145 درهم ولكن الكاليتي ديالو مزيونه واخا انه الزاج ديالو خفيف ولكن مزيونه صراحه الله كيجيو في الطبيله محطوطين غزلان. البنتي كتغوت كتلعب وكتغوت. كاينه هادو تحطوا فيهم هيدا داكشي ديال الفطور تحطوا فيهم الفراقه تحطوا فيهم داكشي ديال الفطور تحطوا دابا داخل كيما قلت لكم العواشر الشباكيه التمر سلو تحطوا فيهم لي خويسي. كاين هاد لي سيت هادو ديال كافيولي مع لي سوتاج ديالهم ديال البامبو والسيني ديالهم البامبو. كاين هادو بلا سينيه عاملين 94 صراحه فنيونين. كاين هاد لي سيت هادو حتى هما لي زاسييت كيمشيو 3 كاينين هاد الفراقات كاينه هادو حتى هادو فنيين صراحه. هاد لي بريزونطوار هاد لي بلاطو كيما وريتكم في الاول هادو تقدروا انكم تعملوا فيهم ملاحات وتعملوا فيهم لي صوص. شوفوا هذا شحال كيوت حليل وصراحه الله واخا انا ما كنفضلش ان هاد لي كولور هادو ديال باربي يكونوا عندي في الدار حيت كاينه الناس اللي كيعجبوهم صراحه. كاينه هادو ديال الكوانات كاينه هادو لي بوجوار هاد الفراقات المبخرات باشكال وانواع متعدده
هنا تقدروا انكم مثلا الا كنتوا ماشي في طنجة تقدروا انكم تعملوا سكرين وتصيفطوهم. كاينه هاد لي طاس ديال القهوه دو بالباوا، كاينه هادو الفراقات حتى هما ديال الفطور ولا ديال كيما قلت لكم داخل العواشر، حتى هادو ديال لي فخوي ساك تقدروا تعملوا فيهم هيدا مملحات ستيدوين، هادو كاملين عندهم نفس الاستعمال. كاينه هاد بريزونطوار هذا فني وتقدروا تعملوا فيه حتى لي بارفان، تعملوا فيه داكشي ديال لي سالي داكشي سكري، هاد لي بونبونيير حتى هما فنيين. صافي دابا غادي ندخل للدار. كيما كتشوفوا هاد الصالون هذا مخربق، هنايا شي مشتريات شريتو من بعد ونبارطاجيهم معكم. غنمسح الزاز، شوفوا هادو كنصحكم بهم اللي ما عندوش اللي ما هو داك اللي ما كيعرفش يمسح الزاز الصراحه الله، يعني ما كيتلم معلوشي ما عليكم يتعدلوا البرودوي اللي كتعدلوا نتوما اللي كتستعملوه. انا كنستعمل هذا وهادو الصراحه الله. عرفتي كيفاش عرفتوا هاد الثوب هذا ديال الا جبرتهم صراحه غير شريوهم، هذا الثوب اللي كيمسحوا بهم منظار بيستيات لي تيليفزيون واعر. ها نتوما شوفوا كيفاش كتبري الطبله، رجعت كتبري صراحه واعره ودغيا كتنشف، وفي نفس الوقت شوفوا لا بريونس وبلا مجهود يعني دغيا. حتى هادو نفس الشيء كنمسحهم بالماء ديال الزاج باش كيتلمعوا. اخرى تهرس لي هادو ديال النحاس، اخرى تهرس لي الغطاء ديالها صراحه، هادو كيجيو فنين واعرين. انا باقي ما عنديش هادي ديال شنو سميتو ديال الكوانه، ديك التفريشه ديال الكوانه عامله غير على حساب الرواق، عامله له هيدا باش ما يتخربش لي شي، حيت اصلا ديجا مجرودين عندي. بالنسبه لهادو غادي تقدروا تجبروهم، ماشي هما نيت، غادي تجبروا اشكال وانواع، هادو قدامين بزاف عندي عند ماي هاوس عند حسنه صراحه، عند ديك شي كيحمق والاثمنه جد 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 مناسبه. هي مسحه خفيف صافي. من بعد ما ساليت الدار غادي نعطرها. كتشوفوا صافي الصالون نقيتو، هذيك تما كنحطها حيت كنجلسو بزاف حدا على حساب الشاجور وداكشي كتوسخ، و لا طابل ديال الصالون والطابي بجوج بهم باقي لي في الدار اخرى ان شاء الله حتى نجيبهم ونبارطاجيهم معكم. وهنايا مرايه، يلاه كومونديت واحد المرايه من عند حسنه ديال ماي هاوس صافي، وحتى هذه كنت ديتها من عند حسنه. هي الدار كتبخر وندوزو للكوزينه. غندوز فيت نصور لكم هنايا شنو خديت في الصباح، ومن بعد راه غادي نحط لكم واحد الطوغ في المكازان راه صورتها لكم حسن من مور الغدا ان شاء الله يا ربي. خديت هادو على حساب الفورماسيون، دابا كنبريباري على حساب الفورماسيون. هاد اللي شوفوا ها هما بلاك الكتريك. خديت لي سباتولا على حساب كل جروب باش يكون عندهم الماتريال ديالهم، كل جروب يكون عنده الماتريال ديالو. خديت هادو باش يلونوا بهم فاش يخدموا الصابون، يبغيو يلونوا بهم الصابون كيقسموهم، وكل وحده زعما كل الكولور كيعدلوه في حيده. خديت هادو على حساب الزواق ديال كروكيتا، بزاف ديال الحاجات كنزوق فيهم، كل مره نبقى نبارطاجي معكم ان شاء الله شويه. خديت هادي شحال الصراحه وانا نفسي فيها باش نشريها، وعاد كتب لي باش نديها، كل مره كنقصها في اليوم نهزها ما كيكتبش. ديت هادي على حساب باش نعدل فيها لي ميناجير وداكشي. هذا ولدي كيعاوني شاف هذيك مشى جاب لي هادو باش يخشيهم تما. ديت هادو عرفتي شحال من كنصور هاد الفيديو كنعاود كنجبر راسي كنتعكس في المرايه ديال الملاعق وداكشي، ملاعق مغارف ديال لي ميناجير. خديت هادو صراحه شفت الناس كيشكروهم بزاف كيقولوا ما كيكحلوشي. ديت هاد الرينغ لايت وديت هاد تريبوت وصافي، هذا اللي ديت. وديت ديك سباتولات انا ديجا وريتهم لكم، هذا ما كان. بالنسبه لهادو عارفه بلي انا عامله العكس ديالهم، ولكن باش يسهل على اللي في الدار معايا راجلي وليداتي يسهل عليهم انهم يهزوهم، فضروري عملت لهم هيدا باش ما يخربقوا كل شيء. هذا المجرى يرجع كامل، غادي يرجع كامل ملون، حيت فاش كنقلبهم كاملين يعني ما كيبانش واش هذيك مغروفه ولا هذاك متشك ولا هذيك موس، فهمتوني؟ على داكشي انا عملت لهم الطريقه هذه، وكل واحد يعمل الحاجه اللي غادي تريحو. اما هي نورمالمون راه كيجيو العكس ديال يعني كيجيو رجلي الفوق والوجه لتحت.
ما شاء الله غادي معكم الغراتان ديال الخضره، صراحه كتجي واعره 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 بالحق. شوف ما غاديش نديطاي فيها باش الفيديو ما يجيش طويل، راه ديجا انا بارطاجيتها معكم في فلاشين، غادي نخلي لكم الليان ديالها في صندوق الوصف. بصراحه واخا كتوسخ البوطه هاد الطريقه هذه والدبنجال كاينه اللي كيقول لك ماشي صحي، فاش كيكون نيشان مع العافيه صراحه كتجي بنينه، والله العظيم اللي كتجي بنينه. صافي انا غادي نشحر شويه ديال البصل المشمده، ثم تقدروا تقطعوها زعما رقيق على هذه. غادي نزيد فيها الكفته والثومه ملح ابزار سكنجبير، وغادي نزيد هذيك الدبنجال اللي شوينا غادي نقشرو ونحطو معاها. وفي نفس الوقت عندي بطاطا كتقلى، هنايا كنقلي البطاطا. البطاطا تقدروا نتوما تقليوها جات تقدروا تسلقوها، انا بغيت نقليها وصراحه كتجي بنينه مقليه. مره كنقلبوا على البنه. صافي هنايا زدت حتى كيمون ملح البزار سكنجبير الثومه وكيمون، غير نشوف الكفته ديالي تبدل اللون وغادي نطيح لها ديك الدبنجال. بعد حتى لاخر مره عاد كنزيد فيها الربع كنزيدو بكميه كبيره. هنايا عندي قرعه مفكوكه وجعده مفكوكه، حتى هي سوطيتها في ملح والبزار، زيت الزيتون ملح البزار شويه سكنجبير والثومه والربع عندي دولا هو الاخراني، غير تشوفو هاد البنات حيدوها. صافي حطيت كلشي حدايا، هنايا كفته مع الدبنجال وبصله، هنايا القرع والجعده، هنايا بطاطا فريت، هنايا دهنت المول اللي غادي ندخلو بالبيشاميل، هنا شويه ديال البيشاميل، وهنايا الجبن بولا محكوك. نورمالمون خصني حتى موتزاريلا ما متوفرش عندي ما عملتوش. هنا التفريشه ديال البطاطا. غادي نبقاو نفرشوها هايدا حتى غادي نساليو الكغاتان ديالنا كامله، ونكونو في نفس الوقت شاعلين الفران باش ندخلوها. بالنسبه انا اليوم صراحه بغيتها ما تكونش ديك محامره، نخليها غير هايدا غير يذوب الجبن وصافي، كتحطوها وتاكلوها بالصحه والراحه. ما كرهتش انكم تجربوها، وراه ديجا محطه حتى لا فيديو بالديتاي فلاشين داك الساعه، ونخلي لكم في صندوق الوصف. صراحه هاد الكغاتان كتجي بنينه بزاف، وعاد كما كتشوفوها غنيه بالخضيره، وحتى الوليدات اللي ما كتعجبهمش كتعجبهم الخضره هيدا على الطريقه ديال الكراتان. بصحه وراحه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.